بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة تطبيق زيادة أسعار البنزين لم تعلن الحكومة بشكل رسمي حتى الآن عن قرار زيادة أسعار البنزين، ورغم ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطاب من وزارة التنمية المحلية إلى سكرتير المحافظات أعلنت خلاله فتح غرفة عمليات استعداد لتنفيذ زيادة أسعار البنزين ما أسمته بعض الإجراءات الاقتصادية. ونفت وزارة المالية أسعار زيادة البنزين، ويذكر أن وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي نفت إصدار أي بيانات بخصوص هذا الموضوع، وأكيد كده كده الزيادة هتتطبق وربنا يسترها إن شاء الله. ونشدت وزارة المالية وسائل الإعلام عن عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب وأثارت البلبلة في المجتمع مثل زيادة أسعار البنزين في الوقت الحالي. خالص تحياتي لكم عصام الزغبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.